اليوم دعينا للتحرك هذا أمام المسرح البلدي، ثم انطلقنا في مسيرة إلى أمام وزارة الداخلية من أجل، خليني لخصها في كلمتين، رفع الحصار على مدينة قرقنة اللي أصبحت تعاني من حصار من قبل أعوان وزارة الداخلية. ونعرف نحن ونقول على مسؤوليتي منذ تعيين الجنرال عبد الرحمن بحاج علي على رأس بوست جديدة مدير الأمن الوطني، لهذه يعني هي خطة جديدة تم استحداثها بعد الثورة. نعرف اللي هذا كان أشد رجالات بن علي سطوة وشدة. اليوم هاكم تشوفوا في القمع اللي قاعد يصير لا فقط في جزيرة قرقنة، في بقية التحركات المكناسي المزونة الدهماني، لكن اللي صار في قرقنة لأنه مربوط بالثروات اللي هي ثروات ماهيش وطنية. نعرف العقد اللي يربط بتروفاك وشنو بتروفاك باقية تعمل في تونس، ونعرف من هو الرئيس مدير عام لشركة بتروفاك اللي هو السيد عماد درويش. السيد عماد درويش اسمه ضمن في قائمة التحقيقات نتاع لجنة التحقيق نتاع الفساد نتاع المرحوم الفقيد عبد الفتاح بن عمر. في اللحظة المواجهات صاير إلى حد 6:30 نتاع العشية، ثم مواجهات وأهالي الجزيرة الكل البر. يعني ما راهو الحقيقة في يلزم الناس تعمل ميزاجور ريسار ثورة في البلاد. الحل الأمني أثبت الفشل نتاعو طيلة الست سنوات هذه، وأي حكومة مازال بتجي باش تعمل الحل الأمني، شوفوا الشباب التونسي مازال ينتفض. قرقنا حرة حرة والبوليس على برا. قرقنا حرة حرة. هذا التوجه محاولة منع الناس من أنها تحتج على حقها في الشغل، وعلى حق الناس في العيش الكريم، وعلى حق الناس في تحسين ظروف حياتهم. الدولة والحكومة على وجه الخصوص أثبتت فشل ذريع. لا حلوا مشكلة البتالة، ولا بعثوا مشاريع، ولا حسنوا ظروف الناس، ولا حسنوا ظروف البنية الأساسية في البلاد. ومع ذلك وعود تو عنده 3 شهور، ومع ذلك يمنع الناس من الاحتجاج